يوم كنا صغار كنا نستانس على كل شيء سواء كان صغير أو كبير، وناستنا بسرعة نلقاها وزعلنا بسرعة ننساه، وهمومنا كانت محدودة. كل ما كبرنا زادت همومنا ونحس إن الدنيا خلاص قاعدة تصك فينا. كل ما جت مشكلة قدامنا نحس ويه إيش بيحلها الحين. صرنا ما نشوف أهمية الأشياء الصغيرة، وايد ناس صارت تطمع وصرنا إحنا نطمع وياهم لأن هذا اللي نشوفه وقاعد نتعود عليه. إنزين خلي أسألكم، متى آخر مرة سويتوا شيء جدا عفوي جدا بسيط صدق يونسكم؟ عشان نلقى لوناس الحين نطول وايد على ما نطور فكرة، وهم وايد مرات نكلف على نفسنا، نسينا إن السعادة مو شرط تكون بالأشياء الكبيرة، السعادة هي بالأشياء الصغيرة اللي إحنا نسويها. سعادتنا بيدنا، مو بموافقة فلان أو لبس الماركة المعينة. إنزين جربوها، إذا حسيتوا بضيقة خلق أو ملل، قوموا ضحكوا ياهل، طلعوا صدقة، شوفوا شروق الشمس، اقرأوا قصة بمكان غريب، تعرفوا على شخص جديد، حاولوا تتعلمون شيء جديد، شقلبها كلمة بلغة ثانية، كيفكم اللي تبونه. اللستة احنا نسويها وتقدر تصير طويلة، اما اذا احنا حدينا اللستة معناته قاعدين نحد سعادتنا. السعادة لا تكمن عند الناس بل تكمن عند رضاك.